بداية اسمحي لي أتوجه للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. نسأل الله أن يحمل هذا العيد بشائر الخير على أمتنا مجتمعة. الحركة حركة تجارية ناشطة نسبيا مقارنة بالأشهر الثلاث الماضية. طبعا بكل تأكيد الأيام القادمة سيشهد السوق التجاري إقبال أوسع من منطلق انه احنا على اعتاب هذا العيد المبارك. حركه نسبيا ممتازه، ونتامل يعني انه رب العائله والبيوت يعني تدير الاقتصاد العائلي خصوصا للعيد ومصاريف العيد بشكل سليم، وتكون رسالتنا انه توخي الحذر بالمصاريف الزايده لانه بالاخر التزامات الحياه جدا كبيره. حركة كما ذكرت حركة نسبيا جيدة، ونسأل الله أن يكون بالمستقبل حالنا أفضل اقتصاديا في ظل غلاء الأسعار، في ظل ارتفاع نسبة الفوائد البنكية، في ظل ما يمر به الاقتصاد العربي على وجه التحديد، وإن شاء الله نتأمل للجميع كل خير. أول شيء كل عام وانتم بخير، منهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركات، وكل عام وانتم بألف خير. العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. الحمد لله رب العالمين، أجواء حلوة، العيد أكثر هو للأولاد الصغار، هن بفرحوا بكيفوا، البلد عندنا الحمد لله منيحة، أجواء طيبة، وكل شيء تمام الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ربنا بعيدوا علينا وعلى الأمة بخير وسلامة وهدأة بال. طبعا أجواء عيد الحمد لله رب العالمين، الناس تحب تنبسط تكيف تطلع تعيد، أهم شيء الكل يطلع وينبسط، ما حداش يطب بحدا، تكون تسامح يعني نسامح بعض، ما ندكرش لبعض، ما نتبعش لبعض، احنا بدنا ننبسط ونكيف ونعيد، يعني بالعربي بدنا نعيد ننبسط، خلاص اطلعوا كيفوا اشتروا وتبضعوا الحمد لله رب العالمين. الله بحب يشوف نعمته عبده، وهذا عيد، عيد الله أعطانا إياه، فلازم نفرح فيه ونفرج الفرح إنه إحنا بعيد، ونفرج الإشي الحلو كإحنا مسلمين، نفرج إشي إنه كيف الإسلام على حقيقته، نكون ناس مسلمين مسالمين، ما نآذي بعض ولا نضر بعض، ننبسط ونكيف يعني.